ترند الاهلي اكيد ما كانش بعيد عن كل الاحداث الجاريه اللي اتكلمنا فيها النهارده في المقدمه وفي الحلقه، واكيد السوشيال ميديا اتكلمت على كل هذه الاحداث، كاس العالم للانديه، موضوع كهربا، موضوع كلاتنبرج. تعالوا مع بعض نبدا نروح لترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب على السوشيال ميديا عشان نبدا نشوف ابرز الموضوعات والعناوين اللي كانت موجوده في منصات التواصل الاجتماعي. حساب بقى في الجول، وزي ما قلت الحديث عن محمود عبد المنعم كهربا حضر برفقة محمد عثمان المستشار القانوني لجلسة الاستماع بلجنة الانضباط باتحاد الكورة بعد شكوى نادي الزمالك، وقلت لحضراتكم أكيد في ردود على كل الموضوعات اللي تم طرحها على اللاعب، وكلنا الثقة إن شاء الله في المسؤولين وفي لجنة الانضباط واتحاد الكورة إن هيكون في قرارات سليمة تحفظ هيبة الكرة المصرية وتحافظ على لاعب بيتعرض لكثير من الخروقات القانونية في الفترة الأخيرة. نروح لحساب سبورت 360 مصرية وبيتكلموا على خالد عبد الفتاح اللي امبارح خد مان اوف ذا ماتش، اداء رائع ضد الزمالك، راجل المباراة ضد البنك الاهلي. خالد عبد الفتاح يظهر جودته مع الاهلي من اول مباراتين كاساسي. في مباراة الزمالك لعب مساك مكان محمود متولي ومحمد عبد المنعم وظهر بشكل جيد مع رامي ربيعه. مباراة الامس امام البنك الاهلي لعب ظهير ايمن، و يعني كان في راحة لمحمد هاني وحسين الشحات وعندنا اكرم توفيق وكريم فؤاد، عملوا عملية رباط صليبي فما كانش فيه غير خالد عبد الفتاح. تعرض أحمد نبيل كوكا للإصابة وتم استبداله، فخالد عبد الفتاح بعد ما كان ظهير أيمن لعب ظهير أيسر ونزل محمد فخري ولعب في الجبهة اليمنى. يبقى أنت قدامكم هنا الله أكبر عليه، يعني لعيب جوكر مساك وبكرايت وبكليفت نمسك الخشب، إن شاء الله تكون انطلاقة قوية. ودي الصفقات اللعيبة اللي ممكن تضيف بجد للفرقة. نادي الأهلي السنة دي الحمد لله عمل تدعيمات أكيد شفتوا نتائجها بشكل كويس، وننتظر كمان الأفضل خلال الفترة اللي جاية لتدعيم بعض الخطوط في الفترة اللي جاية. نروح لحساب كورة 11، قبل التوجه للمغرب الأهلي يكشف موقف مصابي الشياطين الحمر من المشاركة في مونديال الأندية. طبعا كريم فؤاد أكرم توفيق عملوا عملية رباط الصليبي فبالتالي مش هيلحقوا أصلا حتى نهاية الموسم. مصطفى شوبير كان تعرض لإصابة في غضروف الركبة وبالتالي أيضا لن يلحق بالبطولة. طب الكلام بقى على علي معلول، محمد هاني، برونو سافيو، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، حسين الشحات. الستة غابوا عن مباراة البنك الأهلي امبارح، ولكن هل غيابهم ممكن لا قدر الله يؤثر بشكل سلبي على وجودهم في القائمة النهائية اللي هيتم تسجيلها يوم 30 يناير كحد أقصى؟ إطلاقا. يمكن الجهاز الطبي قال ان الستة ان شاء الله جاهزين للمشاركة في مونديال الأندية، يعني بعد اسبوع مباراة اوكلاند سيتي ما عندناش مشكلة في الست لعيبة، والقائمة النهائية هتكون يوم 30 يناير، وحاليا في القائمة المبدئية تقدر يعني يا دوبك تشيل 3 4 لعيبة عشان تسجل القائمة النهائية اللي هتكون من 23 لاعب من ضمنهم 3 حراس مرمى. طيب نروح للخبر اللي بعديه كورة بلس، وبيتكلموا على موقف برونو سافيو ومحمد عبد المنعم، وزي ما قلت لحضراتكم هم تعافيا من الإصابة وهيسافروا ان شاء الله مع بعثة الاهلي خلال الساعات اللي جايه. النادي الاهلي اكيد كان سجل قائمه مبدئيه بحد اقصى كان يوم 9 يناير. القائمه المبدئيه حسب المعلومات اللي عندي في حدود حوالي 26 او 27 لاعب، يعني هتستبدل لو جبت صفقه جديده تقدر تستبدل لاعب وتحط اللاعب الجديد قبل يوم 30 يناير. طيب مش هتستبدل وانت اكتفيت بالقائمه اللي معاك 26 او 27 لاعب، على سيستم الفيفا هتحذف 3 اسماء عشان القائمه النهائيه تكون 23 لاعب من ضمنهم 3 حراس مرمى. حبيت تاخد كمان العدد الزياده ده معاك في الرحله بحيث لا قدر الله لو حصلت اصابه قبل اول مباراه اكيد هتعمل ده، لان ممكن يكون معاك في البعثه ال 23 مقيدين في القائمه الرسميه، وممكن تاخد كمان معاك 3 4 لعيبه زياده بحيث لو لا قدر الله في اي اصابه تقدر تستبدل بتقرير طبي، ولكن قبل 24 ساعه من المباراه الاولى فقط. دي اللوائح المنظمه للبطوله. حساب اليوم السابع بيتكلموا على احمد نبيل كوكا، قلت امبارح خرج للاصابه ونزل مكانه محمد فخري، فالاشعه تحسم مده غياب كوكا عن الاهلي قبل مونديال الانديه، وهنشوف ده بالتاكيد من خلال دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي. طب حساب بطولات بيقولوا النهارده كانت في جلسه تصوير لبعثه الاهلي استعدادا لكاس العالم للانديه. الفتره الجايه على فكره الاهلي عنده امور اداريه مهمه جدا، جلسه تصوير للصوره الجماعيه، وفي اكتر من اجتماع فور وصول البعثه، ان شاء الله البعثه تصل يوم السبت، غالبا يوم الاحد صباحا هيكون في اجتماعات وورشه عمل مع الاتحاد الدولي، يمكن ممكن تستمر هذه الاجتماعات لاكتر من حوالي 5 6 ساعات،
ودي بتبقى اجتماعات مهمة للوفود الرسمية في اليوم التالي للوصول قبل المشاركة في كأس العالم للأندية. فالفترة الجاية هتشوفوا صور مبهجة للنادي الأهلي، والمرة دي من حسن حظنا الحمد لله مفيش أجندة دولية، فكل القوام الرئيسي هيكون موجود، عكس اللي حصل طبعا في بطولة أبو ظبي، كانت الفرقة مسافرة بدون نص الفريق اللي كان موجود في الكاميرون مع منتخب مصر. حساب بقى في الجول، وبيتكلموا على ان محمد مغربي مدافع الاهلي قريب من الانتقال لسموحه معارا لمده موسم ونصف. وانا باكد لكم يمكن خلال ساعات النادي الاهلي اكيد هيعلن بشكل رسمي كل التفاصيل الخاصه باعاره محمد مغربي الى سموحه لمده موسم ونصف، نص الموسم الحالي والموسم القادم كله، وان شاء الله كل التوفيق لمغربي عشان يرجع ويبقى اضافه للاهلي خلال الفتره اللي جايه. اخر حاجه معايا حساب يلا كوره، وكلام مهم جدا من عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات، وفي تصريح ليلا كورة: الدوري سينتهي قبل تحديد المتأهلين لبطولتي إفريقيا. طيب إيه اللي هيحصل في هذا الملف؟ الدوري لو خلص قبل 30/6 هتاخد الترتيب النهائي للمسابقة عشان تبعته للاتحاد الإفريقي وتقول له مين هيشارك دوري أبطال ومين هيشارك كأس الكونفدرالية. ولكن لما يتأجل الأهلي 5 مباريات، 4 في الدوري ونهائي الكأس أمام بيراميدز، فالدوري أكيد هيستمر بعد 30/6. ممكن يستمر لمنتصف شهر 7 لنهاية شهر 7، ده هنعرفه أوائل الأسبوع اللي جاي. ولكن ماذا لو طلب الاتحاد الإفريقي أسماء الأندية يوم 30/6؟ وقتها هتعمل إيه؟ اللايحة بتقول، والمرة دي اللايحة واضحة، هتبعت أسماء الفرق المتصدرة حتى نهاية الدور الأول. يعني النهاردة احنا في الجولة الـ15، الأهلي أول، فيوتشر تاني، بيراميدز تالت، والمقاولين العرب رابع. لو الترتيب ده فضل زي ما هو لغايه نهايه الجوله الـ17، يعني كمان اسبوعين، ده الترتيب اللي هيتم ارساله لو الكاف طلب قبل 30/6 اسماء الفرق. يبقى كده بشكل رسمي هيبقى الاهلي فيوتشر دوري ابطال لو مشينا بنفس الترتيب، وبيراميدز والمقاولين كاس الكونفدراليه، وده هيبقى الترتيب الرسمي لو وصلنا لبعد 30/6 والكاف طلب الاسماء قبل 30/6. سجلوا ده النهارده واحنا بنتكلم، النهارده كام؟ 26 او 25 يناير. 25 يناير، يعني قبل الحدث ده بحوالي 6 شهور. وما تنسوش ان السنه الجايه الاهلي ان شاء الله دور سوبر ودوري ابطال افريقيا، وده قيمه ومكانه النادي الاهلي في القاره الافريقيه، وكمان عندنا كاس عالم انديه.